حسناً، الآن اذهبوا وراء عيسى الناصري واطلبوا منه أن يحيي شخصاً قد مات منذ آلاف السنين. آلاف السنين. وانتبهوا، نفذوا ما قلته حرفياً. آلاف السنين؟ أجل، أنا أعرف. سام. سام؟ أجل، سام ابن نوح النبي الصالح، جدنا الأول، نحن العبرانيين والعرب. إن مقبرته توجد في مكان معروف في أعالي الجليل. هل نحييه؟ ولم لا؟ أتعتقدون أن إحياءه هو الآخر لن يحدث أي مشكلة جديدة؟ لا لا لا، لن يستطيع أن يفعل ذلك. أتعلمون لماذا؟ لأنه لم يبقى الآن من جسد سام إلا حفنة من تراب. لقد مضى على موته ما يقارب ثلاثة آلاف سنة. في الحقيقة لا أحد يعلم إن دفن أحد في تلك المقبرة. جميل، أقسم بالله إن هذا هو ما أردناه فعلا. أجل، لكن يجب أن نجد شخصا مناسبا لهذه المهمة. عالي المقام، عالي المقام، دع هذا الأمر لنا. أقسم لك بالكهانة المقدسة يا سيدي الكريم أنه كلينا يستطيع أن يقوم بالأمر. سنجادله ونصر عليه، وذلك حتى يجبر على تنفيذ طلبنا دون أي تأخير. أتمنى عليكم أن تكلفونا بهذا الأمر، وسنكون عند حسن ظنكم. حسنا، لا تقلقا، اطمئنا. لا بد من أنه لم يبق حل أمام هذا الخادم العجوز لشريعة موسى سوى القبول بطلبكم هذا، لذلك أنا أدعو لكم بالتوفيق. سام ابن نوح، قبر فارغ. يقولون إن الاتحاد يدا بيد يكون الغالب دوما. أعتقد أنه لن يستطيع أحد النيل منه. تفضل تفضل تفضل. المعلم، أيها المعلم، تفضل إلى ضيافتي. لقد نورت محفلنا أنت وأتباعك. هؤلاء هم أصدقائي، أصدقائي من الفريسيين المحترمين لمعبد سليمان. تفضل تفضل، لديهم بعض الأسئلة. تفضل.
لماذا يغسلون أيديهم جميعا؟ ماذا قال عن الكاهن؟ قال لماذا يغسل هؤلاء أيديهم؟ ما هذا الكلام السخيف؟ بطرس، يظهر من نظراتهم أنهم يخططون لشيء ما. أجل، كأن هناك خطبا ما. يا عيسى، لدي سؤال. لماذا لا يحترم أتباعك سنة كبارنا؟ أجل، لماذا لا يغسل تلاميذتك أيديهم قبل تناول الطعام؟ أيضاً لدي سؤال لكم، لماذا تفسدون شريعة الله وتخالفون شريعته؟ ماذا فعلنا؟ نحن من نفسد شريعة الله؟ أجل، لقد حكمتم على أبناء الفقراء أن يدفعوا مبالغ من أموالهم القليلة جدا نذورا لمعبد الهيكل، ولا سبيل لهم إلا أن يدفعوا هذه النذور بدلا من إنفاقها على آبائهم وعائلاتهم. وما المشكلة في ذلك؟ يعني يجب ألا نؤدي النذورات في سبيل الله؟ ولكن إن احتاج الأباء إلى هذا المال القليل يصيح بهم الأبناء إن هذا مال الله، فيقعون في الضيق الشديد. كل يهودي مؤمن يجب أن ينفق مال نذوره في سبيل الله فقط وليس على حاجاته. أيها الكهنة الكاذبون المراؤون. يا عيسى، يا عيسى، هل تدرك ما تقول؟ أيها المراؤون، أيها المراؤون، هل الله يحتاج إلى هذه الأموال؟ لا أبدا، أبدا لا يحتاجها، لأن الله ليس محتاجا إلى الأكل ولا محتاجا إلى الشرب. لقد طلبنا فقط أن ينذر الناس عشر أموالهم لا كل أموالهم. كم أنتم تعساء، كم أنتم تعساء، حكمكم هذا هو لملء جيوبكم. إنكم تضعون أثقالا على أكتاف الناس ولا تتحملون أي عبء عن أكتافهم. إنكم تضعون قوانين صعبة على الناس وأنتم لا تطبقونها على أنفسكم. اعلموا أن كل ظلم وجد في هذا العالم هو من أيدي كبار القوم وأنتم الشيوخ. هل ترون؟ هل تسمعون بماذا يخاطب علماء وشيوخ وكبار اليهود؟ أرجوكم قولوا لي، من أمر بعبادة الأصنام في هذا العالم؟ ألم يكونوا كبار العلماء؟ ألم يكن في بعلبك ملك للمدينة يحب آباه كثيرا وكان اسم أبيه بعلا، اسمه بعل، فأمر ذلك الملك بأن يصنع تمثال لأبيه
ويوضع في وسط المدينة ليعبده كل الناس. وأعلن الملك أن من يقترب من ذلك التمثال سيكون في مأمن ولن يصيبه أبا. وكان الأشرار في ذلك الزمن، كان الأشرار يقدمون له الوردة والرياحين طمعا بهذه المكاسب. وبعد تلك المدة القصيرة تبدل هذا الورد إلى طعام وإلى مال، إلى أن دعوه بكل بساطة الإله. ثم دخلت هذه العادة إلى شريعتهم، وانتشر صنم بعل إلى كل العالم. وقال الله للنبي أشعيا إن هؤلاء القوم يعبدونني بالباطل لأنهم أفسدوا شريعتي واتبعوا سنة شيوخهم. أما جوابي على سؤالك أيها الكاهن فهو أن الأكل والشرب من دون غسل الأيدي لا ينجس الإنسان، لأن ما يدخل من فم الإنسان إلى بدنه لا ينجسه أبدا، ولكن ما ينجس الإنسان بالفعل هو ما يخرج منه. أتقصد أنني لا أتنجس بتناول لحم الخنزير وسائر الأطعمة النجسة؟ أعلم أن المعصية لا تدخل قلب الإنسان، ولكن أكل الطعام الحرام هو دليل قاطع على عصيانك لله. واعلم أيها الكاهن إن لم يكن لليهود اليوم أصنام خشبية فإن هناك أصناما من جنس آخر تعبد. عيسى عيسى عيسى، تتهمنا بعبادة الأصنام؟ هل نحن نعبد الأصنام؟ قوم اليهود يعبدون الأصنام؟ ألا تخجل من نفسك؟ إنه كفر محض. ألا تقول الشريعة أعبد الله بعقلك كله وقلبك كله ولا تعبده عبادة ظاهرية؟ أعلم أن كل ما يحبه الإنسان يصبح صنما وإله. فصنم الزاني هو الزانية، وصنم الإنسان الشره هو جسده، وصنم الطماع هو الذهب والفضة. وإن قستم على هذا المنوال تعرفون جيدا كم صنما يعبد بنو إسرائيل. عندها تجدون جواب. هيا بنا. أن يفعل ذلك.
عيسى لن يعجز عنه، سوف يحييه. إنه ليس ميتاً منذ 4 أيام، سترى ذلك. لا أحد يعلم إن كان لعازر حياً أم ميتاً. يقولون إنه كان من أصدقاء عيسى وإنه مات أمراه. اللعنة على الكاذب، لقد شاركت بنفسي في دفن لعازر وكنت حاضرة هناك عندما أحيا لعازر بمعجزته. لماذا تقولين الكذب على نبي الله؟ اصبري قليلاً. أيها المعلم، أترى هذا؟ أترى هذا القبر الفارغ؟ إنه خال تماماً. أؤكد لك، إن كان فيه رجل ميت فإن جسده بالتأكيد أصبح تراباً الآن. يا معلم، بماذا تأمرني؟ قل له أيها الكاهن أن يخرج من القبر. ألم تسمع ماذا قال؟ اخرج من القبر. هيا اخرج. هيا سام. يا ابن نوح النبي الصالح، أعلم أنك تسمع كلامي. بسم الله القادر الواحد الأحد، آمرك أن تقوم. آمرك أن تقوم من قبرك الآن. إنها معجزة. معقول؟ انظروا لقد أحيا. لقد أحيا معجزة. يا عبد الله، لبيك يا روح الله. قل لنا من أنت. قل لي يا عبد الله. أنا عبد الله، سام ابن النبي نوح، نبي الله الرحمن، واحد من أبناء نوح الثلاثة الذين نجونا من ذلك الطوفان. يا سام، قل، هل تعرفني؟ أجل، أنت عيسى، أنت ابن مريم الطاهرة، مريم الطاهرة العذراء. أنت عيسى النبي العظيم المبعوث إلى بني إسرائيل. يا سام، لقد عرفت من وحي الله أن شعر رأسك ولحيتك كان أسود، والآن أرى أنه أبيض. أقسم بالله العظيم أنها كانت كذلك، ولكن عندما ناديتني اعتقدت أن القيامة قد قامت، فأصابني الجزع العظيم من ذلك اليوم. عندئذ بيضت لحيتي وشعري.
هل أطلب من الله أن تعود إلى الحياة مجددا مدة من الزمن؟ لا يا روح الله، كل من يعيش في هذا العالم سيذوق حتما الطعم المر لخروج الروح من الجسد. أقسم بجلال الله أنني لم أنس بعد الطعم المر لخروج الروح من الموت الأول لجسد الفاني. لا طاقة لي أن يقبض ملك الموت روحي مرة ثانية. لقد كنت نائما نوما هنيئا إلى أن استدعيتني إلى رحمتك العليا. لذا أريد يا رسول الله الطاهر أن أعود إلى جوار رحمة ربي قبل أن أتلوث بدنيا هؤلاء الناس، ومن دون أن أتذوق طعم الموت، طعم خروج الروح المر من الجسد مجددا. إنك تقول الحق، إنك تقول الحق يا سام. الآن هل لديك كلام آخر؟ أيها الناس، هذا الرجل هو عيسى بن مريم الطاهرة. إنه يقيناً روح الله وكلمة الله العليا. آمنوا برسالته ونبوته واتبعوا تعاليمه بأرواحكم وقلوبكم. آمنوا به حتى تهتدوا. لا كلام آخر عندي يا روح الله. شكرا يا إلهي، شكرا لأنك استمعت وأجبت إلى طلب عبدك الحقير. أعلم أنك تسمع وترى، ترى نجوانا وأحوالنا. أرجو منك، أرجو منك يا إله الحبيب أن تستجيب لطلبي وترجع ابن النبي نوح الصالح إلى مكانه، إلى مكانه في البرزخ من دون عذاب. آمين. آمين. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل أنت أولا. شكرا لك. تفضل. شكرا. لقد حذرت هؤلاء السادة، قلت لهم يجب أن لا نتعرض لحرمة الأنبياء السابقين. هذا ما أردتموه؟ لقد حدث ما حدث، وكيف للكهانة أن تعرف يا أخازيا؟
يجب أن نفكر في عواقب إحياء سام من الآن. يا لهذه الحماقة الكبرى، يا لهذه الغلطة الفادحة التي ارتكبناها. أخازيا اسمع، أذكر أن الذي اقترح اسم سام هو أنت شخصيا. ماذا تقصد؟ ماذا تقصد؟ ولا أعلم الغيب؟ كيف لي أن أعرف أن ابن النجار المرتد سيتمكن من إحيائي؟ لنفترض أن ذلك الشخص هو سام، فهل يستحيل على ساحر ماهر كعيسى الناصري أن يحييه؟ لقد أنطق السامري أيضاً العجل الذهبي. قولوا لي، أين المستحيل في هذا الأمر أيها السادة؟ لحسن حظنا أن سام لم يرضى أن يخرج من القبر، قال إنه لا يستطيع تحمل قبض الروح مرة ثانية، فهذا صعب عليه. ولقد أجاب عيسى طلبه. الشكر والحمد لله أنها لم تصبح كمعجزة لعازر. معجزة لعازر؟ أتقول معجزة؟ هذا هراء. أتعتقد أن إحياء لعازر يعتبر فعلا معجزة حقيقية؟ يا سيد روبن، أجبني بصراحة مطلقة، أنت أكثر الموجودين في هذا المكان ضبطاً للنفس واعتدالاً، لذا هل تستطيع أن تقول لي ما الفرق بين سحر عيسى هذا وأعماله السابقة؟ بالتأكيد لعازر. أجل، على خلاف سام الذي عاد إلى قبره بنفسه، فإن لعازر ما زال حياً، يمشي في الأسواق ويكلم الناس ويحدثهم. لقد أصبح آية إلهية، أليس كذلك؟ أجل، من الأصح أن تقول أصبح آية شيطانية. لدي فكرة، أقترح أن نقتله. ماذا نفعل بغضب الله؟ يا سادة، لا شيء يوجب غضب الله أكثر من التفرقة في أمة موسى. الناصري أثار بشدة التفرقة بين بني إسرائيل أيها الكهنة. أجل، اقتلوه. من؟ لعازر؟ أجل، يجب أن يقتل لعازر. ومن سيقتله؟ هذا سهل جدا، بواسطة اثنين من حراس المعبد. انتبه، حراس المعبد لا يستطيعون قتل خروف يا سيد أخازيا. وأنتم تنتظرون منهم أن يقتلوا إنساناً وألا يعلم أحد بذلك؟ يا للعجب، يا للسذاجة، كم أنتم سذج، كم تشبه عقولكم عقول الأطفال. أحذرك أيها الكاهن، احترم حرمة الأشخاص عندما تتحدث عنهم. اسمعوا أيها السادة، في النهاية يجب ألا نسكت عن هذا. يكفي ما حدث حتى الآن من هرج ومرج بسبب فتنة إحياء لعازر، ألا توافقونني الرأي؟ إننا لم نكن لنسكت يا سيد بوكس، ولكن لا نود أن نرتكب حماقة أخرى. ولا تنسوا جميعاً أن لعازر في نظر الناس دليل على معجزة من الله حدثت على يد نبي من أنبياء الله. هل فكرت فيما سيحدث إذا علم الناس أن أيدي حراس الهيكل المقدس تلطخت بدمه؟ فمن سيطالبون؟ سيقولون إن النبي أحيا ميتاً، ولكن حراس المعبد قتلوه بأمر من شورى الكهنة؟ أجيبوا أيها السادة. في رأيي الشخصي، إن القاتل يجب ألا يمت لنا بأي صلة، وألا يكون مقربا إلى سنهدرين، وأنا أفضل أصحاب الخناجر المقدسة للقيام بهذه المهمة. يجب أن يكون واحدا منهم أو شخصا مقربا إليهم. يا سيد روبن،
أتريد أن تقول لنا شيئاً؟ لقد اخترت شخصاً مناسباً لذلك أيها الكاهن، شخصاً فيه كل الخصال اللازمة لهذه العملية الحساسة. يكفي أن نكلفه هذه المهمة في جلسة سنهدرين، والباقي مضمون من كل النواحي.